إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، فيما كنتم مرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. باقيين كنتواجدوا معكم هنا تجزئة للا زهيرو، منطقة عين السبع، هاد المنطقة السكنية أو زون فيلا، واللي تبعتوا معنا في المباشر الآخر السيدة اللي غنقولوا عليها بنت الناس، لأنه من خلال الملابس ديالها اللي كتبان بنت الناس. حاليا راه قامت بواحد التصرف غريب جدا، يعني مشات انسحبات، ما عرفوش الناس كاع فين مشات، لانه ما يقدرش واحد يشدها كما شفتوها كتضرب اي حاجه كتشير بها. وشو الوليد راه خلاته هنا، الوليد خلاته ناعس هنا، ما بغيتش نشد لكم على الوليد، هو الوليد مسكين راه ناعس هنا، الوليد مسكين راه بقى ناعس هنايا، راه غير الناس دابا اللي نعسوا هنا مسكين. دريري ما شاء الله دريري مقبول، اي واحد مسكين مشى عنده كيحط لي راسه على صدره، سبحان الله العظيم. كيرتاح داك السيد، كيحس بشي واحد كيرتاح ليه. نعس عند واحد السيده، ودابا حاليا محطوه في الكونه، ولكن راه الام ديالو دابا حاليا دابا راه ولات مشكله، دابا الام ما كايناش، هذا هو المشكل اللي ولا دابا، يعني مشكل كبر. دابا حاليا السيده ما كايناش، الابن ديالها هو بقى هنا بوحدو، هو الحويجات ديالو، الحويج ديالها راه كاين السكان ديالها فيهم، ربما فيهم اوراق ولا، المهم راه كاينين الناس باقيين كيتواجدوا هنايا، كاين السكينه باقا كتواجد هنا، كتلاحظوا معايا راه كاينين السكينه هنا، كاينين السكينه هنا كما كتلاحظوا. ولكن هاد السيده ما عرفوش فين مشات، حاليا ما عرفوش فين مشات هاد السيده هادي. كنذكروا بانه هي راه خلات حويجات ديالها هنا، حويجات حويجه كلهم هنا، ها هو الصاك ديالها كلشي كاين هنا. خويا العزيز اش عندنا؟ خويا مشات دابا وخلات هاد الوليد، مشات دابا وخلات الوليد، خلات راه تبع نقدم، تبع نقدم، غادي يشوفو سكون، غتكون تكون 100% غتكون تكون في القرية، غادي يجيبوها، غادي يجيبوها، يمكن مشى نقدم باش يجيبها، مشى نقدم. لاحظتي ديك السلتة كي دارت؟ راه ما تخرب طاجة سيدة، ما عرفت فيها المس، ما عرفتي شنو فيها، يكون عندها المس، كبرت المس، داكشي غريب انه دير بحال ديك الحركة، تخلي ولدها وتزيد. الو سفيان، الو فين؟ إذا غادي حاليا اختي امال النجاشي، تكلمتي قلتي واش السيده خارج لها العقل، طارت من قدام عينيكم وانتوما مجموعين. اختي بالنسبه لي انا اختي كنت خدام، انا غنتكلم على راسي، انا اختي كنت خدام، يعني خدام كندير في المباشر، راه مشاو اختي قال لك شي عون سلطه، ولكن ما بغيناش نبقاو نهضروا بزاف، بعض الاحيان الا هضرتي بزاف كتولي في حصابيس كما كنقولوا، ما مفهومش يعني. غير المباشر اللي درنا حنا حاليا راه من قبيله وحنا كنهضروا، من قبيله وحنا كنهضروا، يعني شي تدخل يكون تدخل عاجل، تدخل عاجل. دابا هذا هو العيب اللي فينا حنا، ما كنتفاعلوش مع الحالات على وجه السرعه باقصى سرعه، كنبقاو بحال ما عرفتش غادي كما قلت غادي نولي انا كندوي في هضره ماشي هي هذيك وتحسب عليا، ما عرفتش فين كاين الحق وفين كاين الباطل، لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي الكلمه اللي غنقول دابا انا اللي بقى فيا هو هذا الوليد الصغيور المسكين، دابا هذا الوليد مسكين صغيور اشنو ذنب ديالو مسكين، ما عنده الله ياخذ الحق في هذا اللي دار له هادشي، هذا الله ياخذ الحق شي باش الانسان يسمح في الكبده ديالو ولي حويجو ويجلس هاد الجلسه هادي ماشي لخاطرو، فهمتيني. السيده عندها شي مس، عندها شي حاجه ماشي هي هذيك، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، هذه الكلمه اللي نقول، الله ياخذ الحق.
عبدو بدري ما فهمتش اخويا شنو بغيتي تقول لي اخويا العزيز ملي قلتي لي على الزملاء، ما عرفتش، حاول توضح لي اكثر، ما عرفتكش بغيتي تقول لي اخويا، والله ما عرفتكش بغيتي تقول لي. اذا كنذكروا بانه هاد السيده هذه حاليا راه مشى عون السلطه يبحث عليها، ولكن هاد الشيء ما كافيش غير من الوقت اللي تكلمنا فيه، يعني تم التواصل من خلال عون السلطه مع السلطات المحليه، من ديك الوقت لدابا راه الناس تمشي للجديده وتجي، شي واحد يمشي للجديده ويجي، ما كتفهمش باش قلنا بان شي حوايج ما مفهومينش. سنة حميدي قلت لك السلام واقيلا طلع لها فراسها. لا اختي، لا لا اختي سنة، ما يمكنش ما يمكنش. السيده ماشي الخطره، او الوليد كيتململ مسكين، او كيتململ، او مسكين كيتململ. نشوف عندك عندك شو 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 مسكينه تخلع شو 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 لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلام اللي غنقولوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. شي كاع اللي كيأدي خو المسلم الله ياخذ فيه الحق، شي كاع اللي كيأدي خو المسلم أولا من غير مسلم، كاع اللي كيأدي الإنسان بصفة عامة، قال لك هذا الانسان الله ياخذ فيه الحق. هادشي كيضرب في الخاطر بحق الله العظيم. وليد مسكين صغير ما عارف والو، عباد الله عارف والو. لا هذا طرف راه نص حويجه، واش نص حويجه ونص طرف، واش واكل هذاك الوليد هذا ولا ما واكل والو؟ واكل شي حاجه؟ صحابنا شي واحد حتى كان دارون قبيله. لا قلت لي واش واكل شي حاجه هذاك الوليد مسكين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أختي سنوى سناء، سولتي بارك الله فيك، قلتي واش واكل هذاك الوليد ولا والو؟ قال لك راه واكل شي دانونات، ولكن أختي دابا راه حاليا والله ما كتبقى تبان لك الماكلة ولا شي حاجة. بالنسبة لذاك الوليد مسكين كما قلتي، غير دابا الخاطرة ما كايناش ديال أنك تركز في شي حاجة، بقدر ما أنك ما كرهتيش تجمع الشمل ديال ذاك الوليد مع الأم ديالو ومع الأب ديالو. ما عرفتش كيفاش داير هادشي، ما مفهومش هادشي هذا. هاد السيدة شكون اللي قال لك سيمان؟ لا ما سمعتوش، شكون هو اللي قال لك؟ واحد السيد بعيد هذه كنهضر معاه. اعطينا هذه المعلومة باش الناس يعرفوا. قال لك سيمان قال لك في تيزي وزلي السيدة هذه، الناس كيوكلوها يشربوها في تيزي وزلي. في كاين تيزي وزلي؟ شارع تيزي وزلي هو كاين فوقنا يعني. سيمانة؟ سيمانة قال لك هي كاينة تما، كاين ساكنة هما اللي كيوكلوها يشربوها. بحويجاتها؟ بحويجاتها بكل شيء. يمكن كنصعد ذاك السيد راه هو اللي سميته عيط قال لي. يعني سيمانة؟ سيمانة. حنا كنصحابو هادشي اليوم. ما عرفتش والله ما فهمت والو. لا اليوم باش جات عندكم انتوما. اليوم جات عندنا هنايا. ولكن سيمانه في بلاصه اخرى. في تيزي وزلي. ما دارش ليها حل. مازال ما دارش ليها حل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. سمعتوا خوتي المغاربه هذا الشيء اللي سمعت انا؟ قال لك السيده راه سيمانه او اكثر وهي كدور في هذه الشوارع هنا، سيمانه او اكثر. هنا ما كتبقاش تفهم، ما كتبقاش تفهم شنو واقع. ما كتبقاش تفهم شنو واقع، على من تلقى المسؤوليه؟ على من تحط المسؤوليه في مثل هذه المواقف هذه؟ ملي السيده مسكينه مريضه وما عارفاش راسها من رجليها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا اختي امال النجاشي، كنشكرك بعد التفاعل. قلتي قلبوا ساكا ضروري غتكون شي ورقه عندها. اختي ما نقدروش نقلبوا الساكا اختي، ما عندناش حق، فهمتي؟ داكشي خص السلطات تجي ولا الامن، فهمتي؟ واللي يمكن اختي يقلب داكشي راك عارفه. دابا هذا الوقت هذا ما بقاش دير الانسانيه ولا شي حاجه. متفق معاك، كاين نص القانون، كاين روح القانون،
ولكن حاليا تبغي دير مزيان تولي بزاف د الحوايج، ولكن اكيد ان شاء الله لا توصلوا السلطه، الا وصلوا السلطات راه غادي يقلبوا داك الشيء. اختي سناء تكلمتي قلتي كون خداو لها غير البصمات يعرفوها شكون هي. اختي راه المهم حنا خدينا لها مباشر لحسن الحظ اننا شدينا لها الوجه ديالها باش لقاها. لقاها لقاها هزها في الطونوبيل، هزها في الطونوبيل وردها لها. لقاها لقاها واش بدا غير ولدها تابعها في الطونوبيل تابعها.